D1FM 91.2. بيل كاو شبع حزن برشا بغض وياسر غيرة، حكاية عند العرب كبيرة، وفي تونس عنا هالآفة عادة وفي حياتنا ثقافة. اخدمت اتعبت وصلت نجحت، في بالك سييت قول ارتحت، ايه يلزم تاكل من الحزن مكتب ومن الغايرين تشوف العجب. اللي عينيه تعاون فيه تكسر الحجر، وياما علي بالكاو تعطيه، واللي لسينه قايم بالواجب ديما ينبر يسب والشي ما هو عاجب. اتكن بيسو إشاعات كان في كلامات، في الفيسبوك استاتيات ولا يكتب مقالات، يعمل اللي عقله يريح، الفايدة في غيره يطيح. هكا كيف للي حس روحه قدام اللي حاسده ضعيف، عاجز لا ينجم يضيف ولا ينافس بقلب نظيف. كما ولد الدومين اللي ما يلقى في نجاح الغير لهامين، ما يرتاح وما يطمين كم ما يشبع فيه سبين، يلصق حكاية الفلان ويشتم ويهاجم علي. تلقى صحيحة اللي مهما يطيح ما يكون مع غيره قبيح، يفرح للغير وحتى لحسن منه يصير، ينافس يخدم بضمير فماش ما يغير مصير. وتلقى اللي بغير روحه ما يحس، يلقط وعلى غلط يعس، ينسنس يراقب والنبض يجس، وأول ما يلقى الفرص يجري الجوانح غيره يقص. فيلم كايد يبدأ يدس والغيرة في قلبه يرس، كان في خدمة من زميله يغير سهل ما يحير، صبة كذبة للمدير معها بالزي التعبير، هكا وين يقوى التأثير ويصير الكان كبير صغير. ولا كانوا ياسر نية يلقى الاستغلال ثنية، يشارجيه بالطاقة السلبية لين يصير الأفكار ضحية. أي نعم كله موجود في زمان الحسد والبغض ما عنده حدود، ناس توصل بعرق شبين وناس عايشة حياتها بالحقد والتكمبين، ناس تشقى باش توصل وتطير وناس تتعب باش تهدم أحلام الغي، ناس تخدم وناس تنبر وبالغالط في الحكايات تزيد وتكبر، فماش ما في روحها تصبر، ناس تنجح خاطرها تفكر وناس الغيرها ما تفرح، دي مزاجها أكثر يتعكر وتلوش في عثرات باش الطريق عليه تسكر وعليه الفرحة تكدر. هالحقد والبغض علاش؟ علاش هالآفة ما توفيش؟ علاش المنافسة يلزم تقلب لشبوك ونسلمه للقاعدة اللي تقوله صاحب صنعتك عدوك؟ صاحب صنعتك صاحبك اللي في نجاحه الحماس يزيدك، يعلمك درس ويفيدك، يعطيك طاقة تخدم وروحك تتعدى مش على فرحته تتعدى. الكبير اللي يخدم ويحسن التدبير، يقدر زميله منه ما يغير، اللي ينافس بشرف وبروح رياضية، وربي يرزق على قد النية. وعلى رينس بكري يا طالع الفوق الجو، ابني عالصح سيسك، ويا زرع الشوك من تو تشوف العجب في حصادك، ويا حفر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. بالكاوو.